وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 715 صحفيا من العاملين في مجال الإعلام منذ عام 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وقالت الشبكة إن قوات النظام قتلت من العدد الكلي 553 شخصا، و 64 شخصا قتلوا على يد داعش، و35 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير، حلت حلب في المرتبة الأولى بعدد الضحايا، ثم درعا، وتلتها ريف دمشق، ومن ثم إدلب وحمص وحماة. ليطلق على هذا الموضوع تنضم إلينا روان السمان، عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تنضم إلي عبر سكايب من هولندا. في البداية أستاذ روان أرحب بك، يعني جرائم النظام بحق الصحفيين سواء بالاعتقال أو الملاحقة أو القتل، هل هناك من يطالب بمحاسبته قانونيا؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. يعني مثل ما تفضلتم وذكرتم بالتقرير اللي عرضتموه، فهو النظام السوري بيتحمل مسؤولية أكثر من 81% من حصيلة الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وهو روسيا معا أكثر من 85%، لأن روسيا داعم له، وكمان يعني شارك يعني في العديد من الضحايا، قرابة 24 ضحية من ضحايا القتل كانوا سجلناهم على يد روسيا. الحقيقة المشكلة مع النظام السوري هي الإفلات المستمر من العقاب، وهو فيما يخص انتهاكاته بحق الصحافة تحديدا، حرية الرأي وحرية التعبير، فهو بيتصدر كل الانتهاكات، ومن السابق وليس الآن. يعني منذ حقبة حكم حافظ الأسد وامتدادا وصولا إلى الحكم الحالي وحتى يومنا هذا، يعني سوريا، هذا النظام حكم سوريا بقبضة من حديد، وحظر كافة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، وما رح يكون في هناك يعني حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد. نعم، السبيل الوحيد لأن برأيك التغيير سيدة واقع روان، قمع الحريات. نعم أستاذ روان، يعني برأيك لماذا يعني لا يمكن، أو لماذا لم يحاسب النظام على هذه الجرائم؟ لماذا دائما يفلت من العقاب؟ الحقيقة يعني شكرا لك على هذا السؤال. ما كنت أود أن أقوله أنه السبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها بسوريا هو تحقيق الانتقال السياسي، لأنه من دون تحقيق الانتقال السياسي فالمجرم ما زال موجود وما زال يرتكب هذه الانتهاكات. يفلت النظام السوري من العقاب بشكل أساسي، هناك عدة أشكال من المحاسبة، البعض منها يتحقق أو قيد التحقيق، لأن البعض منها سياسي، البعض منها مرتبط بنمط معين من العقوبات، وهناك النمط الأعلى منها والذي نطالب به نحن دائما، هو حتى الآن لم يتحقق. بشكل دائم تصطدم عمليات المحاسبة والقرارات، مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي التي تطالب بمحاسبة النظام السوري أو تساعد على إيقاف الانتهاكات، تصطدم بالفيتو الروسي أو الفيتو الروسي الصيني. فهذا الدعم الروسي في كافة المحافل الدولية شجع النظام على الإفلات من العقاب، وبالتالي شجعه على الاستمرار بالانتهاكات حتى يومنا هذا. يتساءل البعض سيدة روان، يعني بما أن النظام يفلت من العقاب، لا يمكن اليوم في هذه الأوضاع في ظل المعطيات أن يتم محاسبة نظام الأسد، إلى أي مدى تؤثر عمليات توثيق الانتهاكات على هذا النظام؟ عمليات توثيق الانتهاكات هي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المطالبات بالمحاسبة وخطوات المحاسبة التي تحققت حتى الآن، لأنه عمليات القضايا التي ترفع أو حتى مشاريع القرارات التي طرحت وتم التصويت عليها، تم رفع الفيتو مثلا على سبيل المثال ضده، هي لم تكن لتوجد ما لم يكن هناك توثيق لهذه الانتهاكات. توثيق الانتهاكات هو اللبنة الأولى، لأنه يقدم أدلة على أن هذه الجريمة قد وقعت.
المرحلة التي تليها نحمل المسؤولية مرتكب هذه الجريمة هذا الشخص. لدينا في قاعدة بيانات شبكة سوريا حقوق الإنسان قاعدة بيانات خاصة بالمجرمين، وثقنا أكثر من 100,000 اسم مع بياناتها، وبالتالي فهي اللبنة الأولى لبناء قضايا، لذكر أسماء، لتحديد مسؤوليات ومطالبة الجهات المعنية. نحن أيضا لدينا اتفاقية شراكة مع آلية دولية المحايدة والمستقلة، وهي التي المختصة ببناء هذه القضايا من دون يعني هذه الآلية، من دون البيانات الموثقة، من دون قواعد البيانات، من دون معلومات عن الضحايا وروايات الشهود وكل هذه التفاصيل، لا يمكنها بناء قضايا والمطالبة بالمحاسبة أساسا. ما مدى اهتمام هذه المنظمات الدولية بتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وخاصة بعد يعني أكثر من 12 عاما على مرور الثورة السورية؟ هلا بكل تأكيد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي مصدر معتمد لدى لبيانات الضحايا لدى المفوضية السامية في جميع يعني تقارير تحليل البيانات التي صدرت عنها، ولعشرات المنظمات الأممية والدولية، من بينها لدينا اتفاقية شراكة مع كما ذكرت مع التريبل اي ام، لدينا اتفاقيات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع لجنة التحقيق الدولية بشكل دائم ومستمر، يعني منذ تأسيسها نقوم بتزويدها بالبيانات، وعشرات المنظمات الدولية التي نزودها بشكل دائم بالبيانات، إضافة إلى أن بيانات شبكة سوريا لحقوق الإنسان هي معتمدة من قبل في تقارير السنوية لحالة حقوق الإنسان لدى خارجيات أهم دول العالم. كل الشكر لك روان السمان، عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معي عبر سكايب من هولندا. شكرا لك على هذا اللقاء.